أكد مسؤولون وصناع قرار في مناصب عليا بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع أن المشاركة بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً عن دورتها السابعة هو واجب وطني. كما تعكس المشاركه الالتزام بترجمه اهداف هذه الجائزه التي تم انشاؤها بامر ملكي من عاهل البلاد المعظم وتحمل اسم صاحبه السمو الملكي الاميره سبيكه بنت ابراهيم الخليفه رئيسه المجلس الاعلى للمراه وبما يعكس تقدم ورياده مملكه البحرين. واشاروا في ذات السياق الى الثمار الكثيره التي تم حصدها بل التي تحصدها المؤسسات جراء المشاركه في الجائزه على صعيد الانتاجيه وتطوير الاداء، اضافه الى تسليط الضوء على جهود المؤسسه في مجال مراعاه احتياجات المراه والارتقاء بها.